لما بيجي ذكر أبناء الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مش بنفتكر غير عدي وقصي واللي رحلوا عن عالمنا قبل 5 شهور تقريباً من القبض على والدهم. لكن هتصدق لو قلتلك إن صدام حسين عنده ابن تالت محدش يعرف عنه أي حاجة؟ أيوة زي ما سمعت كده، عنده ابن تالت لسه عايش اسمه علي. لو عايز تعرف أكتر عن القصة دي خليك معانا. بالرغم من إن مفيش معلومات شخصية محددة واضحة عنه زي وقت ميلاده أو شهادته أو حياته الاجتماعية، إلا إن في تقارير بتقول إن علي صدام حسين من مواليد الفترة بين 1983 و 1987. علي صدام حسين هو الابن الثالث لصدام حسين والأول من زوجته الثانية سميرة الشهبندر واللي اتجوزها سنة 1982. ولكن في الفترة من 1983 ولحد وقت سقوط نظام صدام حسين كان ممنوع ذكر اسمه بأوامر من عدي صدام حسين واللي ما كانش بيحبه. وقبل أيام من سقوط نظام صدام حسين خرجت سميرة الشهبندر من العراق بتعليمات من صدام حسين، ومن هناك اتنقلت لكذا دولة لحد ما استقرت في كندا. وبالرغم من ان وقت ما خرجت سميرة الشهبندر من العراق ما كانش فيه اي كلام عن ابنها ده، لكن تقارير قالت انها اخفت هويته وقت خروجها علشان ما يتمش ملاحقته من امريكا. التقارير اللي اتكلمت عن وجود علي قالت انه مقيم حاليا في قصر في كندا وانه بينتقل بين فرنسا وكندا واستراليا مع والدته. وقالت التقارير دي كمان ان والدته السيدة سميرة الشهبندر بتدعم بقائه على الساحة وبتنمي ليه حلم العودة للعراق مرة تانية لتكوين حزب البعث من جديد واسترداد عرش والده. التقارير قالت ان والدة علي بتلعب ورقة حب الشعب العراقي لحد دلوقتي لصدام حسين، وده بسبب الاحداث اللي مرت بيها العراق بعد سقوط صدام، وشايفة ان الحب ده اكتر من كافي لرجوع علي صدام حسين لبلده والاسترداد ورث ابوه. بس بالرغم من كل الكلام ده خرجت رغد صدام حسين وكذبت كل الكلام ده، وقالت ان والدها جمعهم سنة 1994 وقال لهم ما يصدقوش اي كلام عن وجود ابناء ليه غير عدي وقصي ورغد ورنا وحلا. بس حتى الرواية دي في ناس شككت فيها وقالوا ان مستحيل حد يقدر يطلع اشاعات على صدام حسين في الوقت ده، لان كمان البعض قال ان رغد قالت كده في محاولة للتشويش على الموضوع. وكانت سميرة الشهبندر الزوجة الثانية لصدام حسين بتقلل بشكل كبير الظهور الإعلامي وبتفضل حياة الظل وفقاً للتقارير، ونقلت ده لابنها أو إنه ورث منها ده وهي بتتعمد إخفاءه عن العيون للظهور في الوقت المناسب. طب هل هيظهر فعلاً ولا الموضوع كله مجرد إشاعة زي الإشاعات الكتير اللي بتطلع على صدام حسين؟ شاركونا برأيكم في الكومنتات.